عقدت قبيلة العبيد في محافظة الأنبار مؤتمرها التشاوري العام تحت شعار العراق أولا، وذلك لمناقشة المرحلة المقبلة على الصعيدين السياسي والاجتماعي. نعم عبد الرحمن، بدوره حث أمير قبيلة العبيد الشيخ وصفي العاصي حث أبناء القبيلة على المشاركة في الانتخابات واختيار الشخص المناسب، مبينا أن مسؤوليتهم تكمن باتخاذ القرار من أجل أخذ دور في بناء المجتمع ودفع واقع البلاد نحو مزيد من الأمن والاستقرار. الحمل كبير والترك ثقيلة والمسار طويل، وهنا أنتم تتحملون مسؤولية الاختيار ونتيجة القرار الذي ستتوصلون إليه عبر مشاوراتكم. فنحن قادرين أن نضع في كل محافظة سيف وفي كل مكان درع يحمي ويعطي دون أن نضطر أن نطرق باب غيرنا أو نلجأ لمن يساعدنا، فهذا ما يليق بنا ولا بتاريخنا.